السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في المحاضرات المسجلة لمساق هندسة البرمجيات لطلاب وطالبات تصميم وتطوير صفحات الإنترنت، كلية الدراسات المتوسطة بجامعة الإسراء غزة. اليوم إن شاء الله رح نبدأ في يونت جديدة اللي هي الوحدة الثالثة، واللي بتتكلم عن نماذج عمليات تطوير البرمجيات. إحنا في المحاضرة السابقة كنا قد تطرقنا لما يعرف بعمليات البرمجيات، حكينا إنها هي مجموعة من الأنشطة المترابطة والمرتبة اللي بتهدف إلى توصيف، إلى تصميم، تطوير، اختبار وارتقاء وصيانة النظام. بمعنى أنا في عندي مجموعة من المراحل لازم كل برمجية تمر فيها. المراحل هذه كل مرحلة فيها مجموعة من الأكتيفيتيز، مجموعة من النشاطات بهدف إني أخرج ببرودكت أو بمنتج يكون عندي جودته عالية وتكلفته معقولة وتم إنجازه في وقت محدد. طيب، إحنا حكينا إنه هاي العمليات متعددة، حكينا في منها توصيف المتطلبات، في منها التطوير، في منها تشخيص الأخطاء، في منها الصيانة والارتقاء، وتكلمنا كمان إذا متذكرين عن أنشطة المظلة. خلينا نحكي هذه العمليات كيف بدها تكون مرتبة، مين بيعتمد على مين. لما أنا بدي أجي أشتغل في مشروع، إيش التصور لهذه العمليات؟ كيف حأشتغل يعني في إطار هذه العمليات؟ فالتصور أو التخيل اللي عندك عن سير العمليات جوات البروجكت هي عبارة عن المودلز أو النماذج. كل الشابتر هذا إن شاء الله رح يتكلم عن مجموعة من النماذج بتستخدم في اللي هو تطوير البرمجيات. طبعاً إحنا رح نتطرق بشيء من التفصيل لكل نموذج، رح نحكي عن كيف بيشتغل، متى ممكن أستخدمه، شو إيجابياته وشو سلبياته. وهذه كلها فعلا النماذج بتم تطبيقها على أرض الواقع في المشاريع البرمجية اللي بيكونوا بينفذوها فريق أو بينفذها فريق هندسة البرمجيات. أول نموذج حنتعرف عليه اللي هو نموذج الووترفول موديل. اسم النموذج بالإنجليزي ضروري تكونوا عارفينه، فنموذج الشلال هو الووترفول موديل. في عندي نموذج النمذجة الأولية اللي هو الـ Prototyping Model. في عندي نموذج التطوير السريع للتطبيقات اللي هو Rapid Application Development، بنختصره براد موديل، ماخذ أول حرف من كل كلمة، من هذه R، من هذه A، من هذه D. في عندنا النموذج التزايدي اللي هو الـ Incremental Model. في عندنا النموذج الحلزوني اللي هو الـ Spiral Model، وبننهي بنموذج الطرق المنهجية اللي بنحكي عنه Formal Methods Model. طبعا هاي المودلز كلها رح نتطرق لها بنوع من التفصيل. طيب خلينا نبدأ كمقدمة. أنا عمالي بحكي إنه في إشي اسمه عندي عمليات برمجيات، أخذناها المحاضرة أو اليونت اللي فاتت. اليوم إحنا بنحكي عن نموذج للعمليات هاي، فهي عبارة عن إيش؟ وصف أو تصور بسيط، استراتيجية معينة لإيش؟ عشان الأنشطة اللي بتصير في تطوير البرمجية اللي أنا ماسكها تكون في عندي فكرة كيف الأنشطة هاي حتتم. يعني هل حستنى لآخر المشروع عشان أخذ منك المنتج، ولا هل ممكن أشوفه أول بأول؟ هل ممكن أعمل اختبار لجزئيات معينة؟ هل ممكن أستخدم النظام وإنت لسه قاعد بتبرمج لي فيه؟ فهذا هو نموذج عمليات تطوير البرمجيات، هو وصف، هو تصور بسيط لتمثيل أنشطة تطوير عمليات البرمجيات. طبعاً في النهاية حتعطيني منتج برمجي كامل قابل للتنفيذ. رح نبدأ اليوم إن شاء الله بأول نموذج واللي هو النموذج الشلال أو ما يعرف بالإنجليش بالووترفول موديل.
طبعا يا جماعة الووترفول موديل له مجموعة أخرى من المسميات اللي هو التتابعي الخطي أو نموذج دورة الحياة التقليدية. يعني نموذج الشلال هو نفسه الووترفول، هو نفسه التتابع الخطي، هو نفسه نموذج الحياة التقليدية. اسم، اسمين، ثلاثة، أربعة. طيب هالقيدة، طبعا أنا بعرف إنه في، أنا عندي أربع، خلينا نحكي أربع مراحل أساسية في كل نظام: فترة اللي هي تحليل المتطلبات، فترة التطوير، فترة التستنج اللي هي الاختبار، وفترة الصيانة والارتقاء. طيب خلال نموذج الشلال هذا، أنا كيف الأربع مراحل هدول بدي أتعامل معهم؟ فزي ما أنتم شايفين عندكم هان بالجراف، في عندي المراحل موجودة، تمام؟ فبدنا نشوف كيف الووتر فول بيشتغل. ببساطة وأبسط ما يكون الووتر فول بيقول لك ابدأ بالمرحلة الأولى، اعمل تجميع للمتطلبات، تمام؟ رحت قعدت مع الزبون وجمعت متطلباته، وطلعت مين؟ طلعت وثيقة السي ار اس اللي أخذناها بالمحاضرة السابقة اللي هي وثيقة تحديد المتطلبات، وعملنا اختبار للمتطلبات والأمور زينة. فأنا مشيت بأول مرحلة خلصتها تماما تماما تماما، تمام؟ بحكي لك بعد ما تخلص المرحلة الثانية ابدأ بمرحلة الديزاين، جيب جيب مجموعة المصممين اللي عندك، خليهم يعملوا الخوارزميات، خليهم يعملوا تصورهم للواجهات، ويرسموا الهيكلية تبعت النظام وكيف الربط بين أجزاء النظام. خليهم يخلصوا كل شغلهم من الألف للياء، يعملوا له توثيق ويعملوا له اختبار ويخلصوا. فهيك خلصت مين؟ مرحلة الديزاين، تمام. حتيجي عندنا مرحلة مين؟ طبعا احنا بنعرف انه التطوير بيحتوي مرحلتين، الديزاين والتنفيذ. بعد ما خلصوا فريق المصممين يصمموا، حيجي مين عندنا؟ فريق المبرمجين، حيجوا ينفذوا الكود، يعملوا الواجهات ويعملوا الداتابيز ويشتغل السيستم 100%، يعملوا له توثيق واختبار، يشوفوا هل شغال، هل في أخطاء، هل في أخطاء لغوية، هل في أخطاء منطقية، هل في أخطاء في معنى اللغة، ويكتبوا كود أو يكتبوا كومنت على الكود. بمجرد ما تخلص مرحلة الامبليمنتيشن تماما، بتبدأ مين؟ الصيانة والارتقاء. فاللي بدي اياكم تلاحظوه في الووتر فول موديل، انه بيطلب منك انك انت تمشي كل مرحلة تخلصها وتنتهي منها تماما، عشان تبدأ بالمرحلة ايش؟ تبدأ بالمرحلة اللي بعدها. ف هيك هو بيشتغل: خلص تجميع المتطلبات، ابدأ بالتصميم، خلص التصميم، ابدأ بالتنفيذ، خلص التنفيذ، ابدأ بالمينتيننس. العيب فيه، أو بدنا نحكي المشكلة في مرحلة، أو في سوري في موديل الووترفول، إنه إيش يا جماعة؟ إنه لو أنت خلصت السيستم وسلمته لليوزر وقعد يستخدمه، بدل اليوزر ايش يطلع عنده؟ لقى في عنده حاجة هيك نسيها. انت متصور انك انت سلمت الفيرجن النهائية او النسخة النهائية للكلاينت او للعميل، بدك ترجع تعيد الخطوات من اول وجديد، تعمل تحديد متطلبات، تصميم، implementation أو تنفيذ، وتسلمه للزبون. طبعا كارثة لما يكون عندك المشروع كبير وبدك تدخل عليه function جديدة، لأنه ممكن أنت بهذه الحالة تضطر أنك تغير في كتير أماكن
عشان بس تقدر تضيف اللي هو ايش الفانكشن هذه الجديدة او الاشي اللي طالبه للزبون الجديد. فبيقول لك انه صحيح يعني وارد يعني ترجع من مرحلة للمرحلة السابقة زي ما هو هنحط لكم اسهم وارد، لكنه صعب جدا ومكلف. يعني انت تصور بدك ترجع من مرحلة الصيانة، بدك ترجع تضيف، او حتى خلينا على الخط نمشي صح، بدك ترجع من مرحلة الصيانة هان، بدك تحط ايش، ترجع هان لتاني تقعد تعمل تجميع متطلبات، او تصور ترجع تعمل ديزاين. فهذا عيب بيؤخذ على الووتر فول موديل، انه انت بتخلي الزبون يستنى 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 وبتسلمه المنتج، ويوم ما تسلمه المنتج بتقول له صعب اغير لك، انا صرت مخلص 100% من الكود، فصعب اضيف لك الاشي اللي بدك اياه. ف هان ايش بيذكر، بس عشان اقرا لكم اياها تفهموا ايش معناها. هان بيحكي لكم انه نمشي عليه زي ما حكينا، نموذج الشلال اسمه التتابعي واسمه دورة الحياة التقليدية. بيبدأ عادي بمرحلة تحليل المتطلبات، بيليها التطوير، بيليها مين؟ الصيانة والارتقاء. طبعا اللي اقترح هذا النموذج اسمه وينستون رويس، اسمه وينستون رويس. وينستون رويس ايش حكى لنا في حلقات تغذية رجعية؟ ايش حلقات التغذية الرجعية يا جماعة؟ هذه الخطوط، شوفوا معايا الخطوط هذه اللي جاية من كل مرحلة ورايحة على المرحلة السابقة أو اللي قبل السابقة أو اللي قبل السابقة. فهذه هي حلقات التغذية الراجعة، يعني إنه أنت ممكن تقول له في عندك تغيير ما في المنطقة هذه أو تعديل ما في المنطقة هذه، تمام؟ ماشي. فهاني بيحكي لك النموذج بيحكي إنه في حلقات تغذية راجعة، لكن غالبية المؤسسات التي تطبق هذا النموذج تعامله وكأنه تتابعي. إيش قلنا تتابعي؟ بتخلص مرحلة تبدأ بالمرحلة اللي بعدها، خلص متطلبات تبدأ بالتصميم، خلص تصميم تبدأ بالتنفيذ، خلص تنفيذ بتبدأ بالارتقاء والصيانة. طبعا عشان يتفادوا المشاكل والعقبات التي سوف تواجههم في حال أخذوا نواتج حلقات التغذية في الحسبان. زي ما حكيت لكم، تصور بعد ما خلصت تماما يقول لك تعال اعمل لي على السيستم اشي معين، هذه كارثة بعينها. تمام. في عندي هان زي ما حكيت لكم في مرحلة تجميع المتطلبات، بنوثق متطلبات النظام وبنراجعها مع العميل قبل ما نبدأ. فالأفضل إنك تفهم من العميل متطلباته 100% عشان ما يكونش عندك خط رجعة وتضطر يعني تكلف حالك مشقة وجهد كبيرة. في مرحلة التصميم بتم تحويل توصيف متطلبات العميل لوثيقة توصيف التصميم. حكينا بيكون فيها بنية البيانات، بنية البرنامج، والخوارزميات اللي بده يتم استخدامها، بالإضافة للي هو إيش اليوزر انترفيس أو اللي هو واجهات المستخدم. تمام. لازم نتأكد إنه أمورها تمام هذه المرحلة قبل ما نبدأ في مرحلة التنفيذ. في التنفيذ بنعمل المنتج القابل للتنفيذ. طبعا عندنا مرحلة الاختبار وتشخيص الأخطاء، بتتمها ما احنا حكينا في كل مرحلة لازم نعمل تيستينج أو لازم نعمل اختبار. في مرحلة التنفيذ أكيد إيش الاختبار حيكون؟ بدنا نشوف إنه البرمجية ما فيش فيها أي مشاكل، خالية من الأخطاء المنطقية، خالية من الأخطاء اللغوية، وبتعطي النتيجة. إذا ده فوت لها إنبوت معين بتعطيك أوتبوت سليم. هذا كلام منطقي يعني، وأخذناه في الشباتر السابق. طبعا عندنا في مرحلة الاختبار والارتقاء بيتم فيها شوية تعديلات على النظام
تجاوبا مع متطلبات العميل. أوكي، فهذا ببساطة يا جماعة اللي هو آلية عمل الووترفول أو آلية عمل الشلال. اللي بديكم تفهموه من الشرح السابق إنه كل مرحلة لازم تخلص عشان المرحلة الثانية تبدأ، وإنه خط الرجعة صعب لأنه حيكلفك جهد ووقت وفلوس كتير. طيب حنيجي نتكلم هنا عن إيش مميزات الووترفول، إيش مميزات نموذج الشلال، وهذه بتيجي بالامتحان معروفة دايما المميزات والعيوب بتيجي بالامتحانات. في نموذج الشلال أول ميزة له إنه بسيط من ناحية الفهم ومن ناحية الإدارة، أنت كل إشي عندك واضح، مراحلك واضحة، خطواتك واضحة، فالأمور بتصير إيش بسلاسة وبسهولة. تمام، فهي الميزة الأولى إنه في عندي بساطة في فهمه وبساطة في عملية الإدارة. المدير عارف المراحل وعارف إنه كل مرحلة بتنتهي بيجي وراها مرحلة تانية. التاني إشي بتميز فيه إنه عمليات التستينج والدوكيومنتيشن، الاختبار والتوثيق، زي ما قلنا بتتم مع كل مرحلة، بتتم مع كل مرحلة. قلت لكم لما بيعمل متطلبات النظام بيوثقها وبيعمل لها اختبار، لما بيعمل تصميم بيوثقه وبيعمل له اختبار، لما بيكتب الكود بيوثقه وبيعمل له اختبار. فأنت عندك الاختبارات والتوثيق في نفس المرحلة، بتظبط أمورك مرة واحدة، باكج واحدة. فهاي اللي هم مين الميزتين الموجودين في نموذج الشلال، أول ميزة البساطة، تاني ميزة اللي هو الاختبار والتوثيق موجودين في كل مرحلة. فهذا كتير بيعطيني سهولة إنه أنا بكتشف الأخطاء أول بأول، وبرجع للعميل بقول له أنت هيك المتطلبات بدك إياها، أنت هيك الديزاين بدك إياه، فالأمور بتكون أوضح بالنسبة للعميل. طبعا في عندي يا جماعة عيوب، يعني لا يخلو الموضوع من عيوب. فهان خلصنا المميزات، هل كده بدنا نيجي على مين؟ بدنا نيجي على العيوب. العيب الأول إنه يتطلب هذا النموذج تحديد متطلبات العميل بكل دقة، وإحنا عرفنا ليش لازم تكون المتطلبات واضحة بكل دقة، عشان لما يطلع عندي خطأ بعد التسليم ما أضطرش أرجع من أول وجديد أعمل قلق في المشروع. فلازم تكون متطلبات العميل واضحة دقيقة، طريقة الحل واضحة ومفهومة، وسبق تحليل النظام بالكامل قبل البدء في عملية التصميم. فأنت بدك تكون مرحلة تحليل المتطلبات تكون كاملة جدا جدا جدا. ليش؟ لأنه هذا النموذج بيفتقر لعمليات التكرار والإعادة، يعني ما فيك تعيد الإشي، خلاص هو زي بلوك بيخلص البلوك بتنقل على البلوك الثاني، فيش فيه أي إعادة أو اللي هو تكرار. وهان بتبرز صعوبة التعامل مع هذا النموذج في الأنظمة الضخمة، يعني الووترفول ما بيستخدم مع اللي هو إيش الأنظمة الضخمة. ليش؟ لأنه المتطلبات تبعتها بتكون مش واضحة، يعني بتلاقي في، يعني أنت تصور بتعمل مثلا إدارة وزارة أو بتعمل تطبيق لبنك، فهذه يعني بتكون المتطلبات تبعتها مش كتير، يعني ممكن كل يوم يطلع لك بمتطلب جديد، فأنت هان صعب تستخدم الووترفول. يبقى أول عيب إنه لازم تكون أنت محدد كتير منيح إيش هم المتطلبات اللي عندك. العيب الثاني تأخر صدور النسخة العاملة من البرمجية حتى وقت متأخر من الجدول الزمني للمشروع، يعني اليوزر مش حيمسك برنامج يشتغل عليه ولا يتكتك عليه
إلا لما تخلص كل المراحل. فهذا إشي ممكن يزعج العميل، يعني تصور مثلا يكون المشروع بده 4 شهور، ما يشوفش وجهك طول ال4 شهور، ما يمسكش إشي من البرنامج جاهز طول ال4 شهور، فهذا برضو ممكن يكون من مساوئ الووترفول. صعوبة إجراء التعديلات في حال تقدم المشروع للمراحل النهائية، يعني تصور أنت سلمت المشروع يجي يقول لك غير لي في المتطلبات، فمش حتقدر تغير لأنك أنت أصلا وصلت لمرحلة كتير كبيرة في الإنجاز، ويكون الخطأ شبه كارثة إذا لم يكتشف إلا عند مراجعة المنتج النهائي من البرمجية. يعني أصعب حالة تكون عندنا حالة إنك سلمت المشروع ويقول لك في عنده تغيير، أما لو أنت مثلا لسه في مرحلة التصميم ويقول لك في تغيير على المتطلبات أرحم بشوي، لأنه أنت لسه ما عملت كودينج ولا عملت تصميم على الفوتوشوب ولا عملت على الإكس دي ولا إشي. رابع إشي، اعتماد المراحل على بعضها البعض يؤدي إلى انتظار أعضاء فريق المشروع. أكيد المصمم حيستنى مين؟ محلل النظام، فالمصمم قاعد فاضي. المبرمج حيضل يستنى مين؟ المصمم لحد ما يخلص شغله، ففي هان حدا بيستنى حدا عشان ياخد منه الشغل بعد ما يكمل هو شغله، فهذا برضو إيش حي يعني حيكونوا الفريق بدون عمل قاعدين بالفترة هذه، وهذا حيخلي المشروع ياخد وقت أطول. فهيك احنا بنكون اجملنا ايش مميزات وعيوب الووترفول. حكينا مميزاته انه سهل الفهم والادارة، وانه التوثيق والاختبار موجود عندي في كل مرحلة بالتفصيل، يعني ما انت بتطلعش من المرحلة الا وانت موثق وعامل اختبارك. لكن عيوبه انه اول حاجة لازم المتطلبات تكون كتير واضحة، وهذا الموضوع صعب في المشاريع الضخمة. النسخة النهائية بتتسلم للعميل كتير متأخر. إذا اكتشفت التعديلات وإنت بعد التسليم، هذه كارثة. والمراحل لأنها بتعتمد على بعض، فهان بيكون في عندي مشكلة في إنه بعض الناس قاعدة بدون شغل، وإنه دورة حياة المشروع حتطول أكتر من اللازم. هيك يا جماعة بنكون خلصنا أول نوع من النماذج اللي هو نموذج الشلال. طبعا زي ما حكيت لكم أسئلة التقويم جيد جدا لو يعني قومتوا نفسكم وحلتوها. هاني السؤال، أذكر أهم مميزات وعيوب نموذج الشلال. أتول لسه أنا ذكرتهم. تمام، النموذج الثاني عندي نموذج النمذجة الأولية، prototype model، prototyping model. احفظوا لي كلمة prototype يعني نموذج أولي، احفظوها لأنها حتمر معاكم كتير. prototype يعني نموذج أولي، فأنا هن بعمل نماذج أولية. من اسمها أكيد، من اسم النموذج أكيد فهمتوا إيش فكرة أعمله. يعني تعتمد فكرة هذا النموذج على التطوير السريع لنماذج تحاكي شكليا البرنامج المطلوب أثناء فترة تحديد المتطلبات. يعني أنت بتقعد مع الزبون وبتسمع منه المتطلبات، بحكي لك بدي 1 2 3 4، وهو لسه انت وياه بتتشاوروا وبتتقاولوا في جلساتكم، ممكن تطلعوا بنموذج سريع لإيش؟ يعني بحاكي البرنامج المطلوب وانت لسه في فترة تحديد المتطلبات. انتم متصورين السرعة؟ يعني انت لسه بجلساتك الحوارية مع العميل وانت قاعد بتعمل نماذج من المشروع. طبعا هذه النماذج عشان أتأكد من جودة البرنامج، من جدوى سوري البرنامج، وفهم متطلباته.
عشان أشوف لأي حد أنا والعميل ماشيين بنفس الاتجاه. طبعا الفرق الوحيد بين النماذج والنظام المرغوب فيه هو كفاءة النماذج وكمية المعلومات التي تتعامل بها. طبعا أنت قاعد بتعمل نماذج أي كلام بسرعة بسرعة بسرعة، أوام أوام، فأكيد مش حتكون بنفس كفاءة وجودة وضخامة اللي النظام اللي إحنا حنوصل له بالآخر. فهاي فكرة النمذجة الأولية أو البروتوتايب، أنت بتسمع من الزبون وأنت بتسمع بتروح بتعمل نموذج، بتروح بتعمل إيش؟ نموذج. هذا النموذج بتعطيه لليوزر عشان يقول لك لأي درجة أنت واصل للإشي اللي بده إياه. طيب متى أنا بدي أستخدم هذا النوع من النماذج؟ يتم اللجوء إلى هذا النموذج عندما لا تتوفر متطلبات كافية ومحددة عند العميل. يعني بيجي بيقول لك أنا بدي تعمل لي تطبيق لصيدلية، بدي تعمل لي إدارة للمشتريات وإدارة للمبيعات، فهو شوي يعني الأمور عنده مش واضحة أو المتطلبات مش كاملة، يعني بيحكي لك اللي في باله بس. هو بيعرف أهداف وخطوط عامة للبرنامج تمام، لكن تفاصيل أو متطلبات كافية لأ. فأنت بتستخدم النموذج كآلية لتحديد متطلبات البرنامج قبل البدء في تطوير الإصدار النهائي منه. يعني هو إجا قال لك أنا بدي مثلا يعمل 1 2، رحت عملت له أنت بروتوتايب أو رحت عملت له نموذج، فقال لك آه طب إيش رأيك لو تضيف لي كذا وكذا، طب آه إيش رأيك لو تضيف لي كذا وكذا. فالنموذج هذا استخدمناه لإيش؟ عشان نحدد متطلبات النظام. اليوزر بيصير أفقه متسع أكتر وبيصير يطلع لك بأشياء جديدة هو كان غفلان عنها. فهان بقدر أنا أستخدم مين؟ البروتوتايبينج موديل. هذا النوع اسمه اللي هو أسلوب النمذجة الأولية الملقاة جانبا، بمعنى انت حتضلك تعمل نماذج وترمي نماذج وترمي لحد ما تستقر للهدف المنشود وتحصل على المواصفات الدقيقة أو النهائية للعميل. ففكرته أعتقد واضحة، فكرته إنه أنت كزبون أبدا ما عندك صورة واضحة عن إيش بدك من النظام، فبتقعد تحكي مع الفريق بيروحوا بيعملوا لك نموذج أولي. يعني أصلا يكون الموضوع سهل عليهم، ليش؟ لأنه أنت مش عارف إيش بدك من النظام، فلما بتشوف النموذج الأولي بتصير الأفكار تتوارد لمخك، فبتصيروا هم يطوروا لك على النماذج هاي ورا بعض ورا بعض ورا بعض لحد ما توصل للنموذج اللي أنت بدك إياه. تمام. كيف بيشتغل هذا النموذج؟ خلينا نشوف كيف بيشتغل النموذج. طبعا انت في عندك وصف موجز للمتطلبات، انت مش عارف راسك من رجليك، انت عندك متطلبات خلينا نحكي خفيفة. راحوا ايش عملوا لك؟ عملوا لك الاصدار الاول، قال لك اطلع هاي انا عملت لك اسرع ما يمكن، شوف ايش بلزمك وايش ما بلزمك. طبعا لقى العميل ايش؟ انه هذه المتطلبات لا مش هي اللي بده اياها تمام. فهن احنا يعني عملنا خلينا نحكي الاصدار الاول، وخلينا العميل ايش يعمل له؟ يعمل له اختبار، خليناه يشوف هل المتطلبات تبعته كلها موجودة ولا لا. طب هو اصلا مش عارف حاله، فاكيد مش هتتحقق، هيقول لك لا عدل لي، أنا بدي 1 2 3 عدل متطلباته. فأنت بتروح بتعدل في النظام، فأنت إيش بتعمل؟ تعمل تطوير سريع للإصدارات الأولية
المعدلة، يعني أنت النسخة الأولى بتعمل منها نسخة تانية، النسخة التانية بتعمل تالتة والرابعة، لحد ما بتم تحقيق جميع المتطلبات. ساعتها بتكون أنت وصلت لمتطلبات العميل النهائية. الموضوع سهل، في عندي متطلبات موجزة، عملت نسخة أولى خليت العميل يشوفها، العميل ما لقاها مطابقة للي بده إياه، صار يقول لك بده تعديلات وأنت تعدل. هذه الدورة راح تستمر حتى تحقق جميع متطلبات العميل ونكون وصلنا للفيرجن النهائية أو للنسخة النهائية من المشروع. تمام، خليني هن أقرأ لكم بس كيف بشتغل. يبدأ التطوير السريع، سوري، يبدأ التطوير السريع للإصدار الأول. تعمل أول بروتوتايب بناء على وصف موجز لمتطلبات العميل، إيش عنده متطلبات بتعمل له أول نسخة من المشروع. يركز التطوير السريع على تمثيل نواحي محددة من البرنامج اللي العميل بيقدر يشوفها ويتعامل معها. بعد هيك يتم إعادة الإصدار الأولي إلى العميل عشان يشوفها لتقويمها، وإيش قلنا؟ يضيف عليها متطلبات جديدة. لما نضيف عليها متطلبات جديدة حتيجي مين؟ حتيجي اللي هو اللي خلينا نحكي النماذج الوسيطة، يعني انت طورت على النموذج الأول طلع الثاني طلع الثالث طلع الرابع، فانت بتعمل إصدارات معدلة عشان تتوائم مع متطلبات العميل الإضافية. برجع العميل يشوفها، بحدث متطلباته، نرجع نعدل له لحد ما يتم تحقيق جميع متطلبات العميل، ومن ثم يتم بناء البرنامج لتحقيق المتطلبات النهائية للعميل بناء على الدورة التقليدية للبرمجيات. وتعد سرعة وتكلفة بناء النماذج الأولية أمرا هاما في هذا الأسلوب، وتحقيق السرعة العالية والتكلفة القليلة لبناء هذه النماذج يتم بتجاهل متطلبات الجودة. يعني أنت لأنك قاعد بتعمل أشياء بسرعة وتكلفتها قليلة، فهان ممكن تكون الجودة عندك مش كتير عالية. فهذا باختصار اللي هو مين البروتوتايب موديل. تعمل نموذج أولي بتضلك تطور عليه لحد ما توصل للنسخة النهائية اللي اليوزر بده إياها. وزي ما حكيت لكم هذا بيتم استخدامه في حال كانت المتطلبات غير واضحة. أكتفي بهذا القدر عشان المحاضرة ما تكون كتير طويلة. إن شاء الله المحاضرة القادمة بنكمل في البروتوتايب، بنشوف إيش في عيوب، بنشوف إيش في مميزات، و بنكمل إن شاء الله إذا الله أراد في موديل جديد. يعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله.